نصيب ان هو يقبل في كلية الشرطة، ودي كانت طبعا بالنسبة له وبالنسبة لنا فرحة كبيرة. يعني كان لو جيش من هو صغير. يا فندم انا عايز ادخل سينا وبخش سلاح الصعقة. عرفت اموت عشانك يا مصر زغرتي يا ام قول يا امير. رحت قالت لي قلت له ماما ابقى عروسة الجنة ولا ابقى شهيدة؟ هو اللي مات شهيد ده بيموت. مش ناسيهم ابدا، ده اولاد انا فخورة بيهم وفرحانة بيهم. الحمد لله ربنا استجاب له دعاءه وبقى شهيد، وانا دلوقتي بقيت ام الشهيد، شرف ليا.